العمراني، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. اليوم عندنا واحد لقاء تشاوري جهوي في جهة الدخلة أو السرد حول فعاليات المعرض الدولي للكتاب لهذه السنة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر أنه يخصص الرواق دياله لقضية الإعاقة من خلال أولا يعني إبراز القدرات والإبداعات الثقافية والفنية للأشخاص بوضعية إعاقة، وكذلك يعني إلقاء الضوء أو تسليط الضوء حول الممارسات الفضلة والتجارب الحميدة، وإبراز يعني المنتوج الثقافي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي اللي كيقدموه الأشخاص بوضعية إعاقة، على أساس أنهم أشخاص ذوي قدرات وليسوا ذوي يعني قصور. بشرى عمراوي، مكلفة بحقوق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. اللقاء الذي ينظم اليوم بمدينة الدخلة هو لقاء تواصلي تشاوري، يأتي في إطار يعني مساهمة والإعداد لمساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعالية المعرض الدولي للكتاب والنشر في نسخته 22، والتي سيخصص يعني موضوعها هذه السنة لموضوعات الإعاقة وحقوق الإنسان. إذن الهدف من تنظيم هاد السنة من تخصيص مشاركة المجلس لهذا الموضوع يأتي في سياق أولا تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية اللي كيلتزم بها المغرب في مجال تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، كذلك تأتي في إطار تفعيل استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم هي محطة تواصلية دولية اللي من خلالها يسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإعطاء المنظورية لقضايا حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك التفاعل مع المنظمات والجمعيات العاملة في المجال بمختلف مجالات تدخلها. ايضا الفضاء هذا وهذه المحطه كتميز يعني بالتشاور والتواصل مع الجمعيات من اجل استقاء ارائها حول كيفيه التنظيم، حول الموضوعات اللي كيعتزم المجلس انه يتطرق لها، وكذلك حول التكريمات المنتظره لشخصيات ساهموا في اغناء هذه التجربه الانسانيه يعني بمختلف مجالاتها الحقوقيه والانسانيه والادبيه والكونيه. بلاد صنبل، لجنه جهويه لحقوق الانسان الدخله وسرد، ياتي هذا اللقاء اليوم في مقر اللجنه في اطار التحضير للمشاركه الجمعيات والشبكات العامله في مجال الاعاقه بالجهه من اجل المشاركه في المعرض الدولي للكتاب الذي سينعقد بمدينه الدار البيضاء خلال شهر فبراير المقبل بحول الله، ويحضر معنا اطر من المسؤول عن حقوق الانسان من اجل التنسيق وتنسيق الابداعات وكذلك المشاركات التي من الممكن ان يشارك بها افراد اشخاص ذوي اعاقه في جهه والدها بالكويره، من اجل يعني ان تكون في الرواق الخاص بلجنه جهويه لحقوق الانسان الداخل الاوسط في هذا المعرض. كنشكروا اللجنه الجهويه لحقوق الانسان بمدينه الداخله اللي عطاتنا الفرصه باش نديروا هذا التواصل ديال حول معرض الكتاب الذي ستكون له مساهمه كبيره من لدن الجمعيات العامله في الاعاقه، والتي ستبرز جميع المواهب والقدرات لأشخاص ذوي الإعاقة في جهة وادي بالقورة.